ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في صفحتنا على الفيسبوك الهاكنتوش العربي. أعذروني على الفترة اللي تأخرت فيها عن تكملة الدروس. اتكلمت في الموضوع اللي فات عن إزاي أعرف قطع جهازي عن طريق برنامج إيفرست وبعض البرامج الأخرى. النهاردة إن شاء الله هتكلم إزاي أقرر النسخة اللي هقدر أسطبها على جهازي أو النسخة المتوافقة على جهازي. طبعا النسخة اللي شغالة عليه دلوقتي هي النسخة الأصلية، النسخة الريتل الخام من شركة أبل. أعمل حاليا على إصدار ماونتين لاين، إصدار 10.8.3. طبعا عامة هتكلم عن إني لسه مبتدئ في الماك خالص، و قدرت أجمع تعريفات جهازي عن طريق برنامج إيفرست أو أي برنامج تاني. المفروض ان انا بجيب ورقة وقلم وبكتب كل الدرايفرات او الكروت الخاصة بجهازي، سواء اذا كان لاب او بي سي او جهاز مكتبي. اولا لو معايا تعريفاتي خلاص انا عرفتها ازاي اشوف النسخة اللي هحتاجها او النسخة اللي اقدر اسطبها على جهازي. اولا في نسخ معدلة ونسخ أصلية. النسخ المعدلة بيكون فريق مبرمجين معين زي الفريق التركي اللي هو صاحب نسخة أياتكوس. بيكون النسخة معدلة مش بمعنى اللي هي معدلة في السيستم نفسه. بيكون النسخة معدلة مضاف ليها تعريفات أو ملفات معينة لكي تسهل عملية التسطيب على المستخدم أو المبتدئ في تسطيب الماك على البي سي، لكن بيكون ملفات النسخة ملفات أصلية تماما. المبرمجين أو اللي بيعدلوا على نسخة الماك مش بيمسوها، بمعنى إن هم فقط بيضيفوا تعريفات بتكون خاصة باسم الفريق، غير المعدل في النسخة خالص. اما النسخة الاصلية اللي اتكلمنا عليها اللي هي الماكنتوش بتكون خام من شركة ابل، ودي اللي كلها طريقة تسطيب معينة خاصة بيها هنتكلم عليها بعدين. نيجي دلوقتي افضل نسخة حاليا موجودة وهي تتوافق مع كل الاجهزة، ما عدا يعني تتوافق مع اجهزة الانتل فقط، لكن معالجات الاي ام دي غير داعم للماك، واذا وجد كيرن المعدل للاي ام دي بيعمل مشاكل وما بيشتغلش كويس. الماك غير داعم للام دي تماما، الماك غير داعم للاي ام دي، حتى في بعض النسخ المعدلة ما لو عملت ابديت او بعض البرامج ما بتشتغلش. طيب انا دلوقتي افضل نسخة موجودة حاليا دلوقتي هي الاتكوس ام ال 2 10 و 8 و 2، هي تتوافق مع اجهزة الانتل سواء لابتوب او جهاز مكتبي، بشرط يكون اقل حاجة كارت ديو في البروسيسور ورامات 4 جيجا او 2. بتبدأ تسطبها، بتبدأ ممكن تسطب من الدي في دي وتسطب او تسطب من الفلاشة اللي هو اليو اس بي، لكن ارجح بنسبة 90% اليو اس بي اللي هي الفلاشة. وموجود فيديو على اليوتيوب انا عامله بيشرح ازاي طريقة نسخ النسخة على اليو اس بي، سواء اذا كانت نسخة ال L2 10 و7 و2 او ام L2 10 و8 و2. و هتكلم في الفيديو، هنوضح فيديو تاني يعني بعد ما اعرفك الفيديو ده اللي هو طريقة نسخ النسخة على الفلاشة من الويندوز ترانسفير. عرفكوا مع الملف دوت ازاي ننسخ نسخة النسخة المونتين لاين او L2 على الفلاشة اللي هي الايات كوس ام L2 او L2 10 و7 و2 او 10 و8 و2. نيجي عند المشكلة اللي بعض الناس بتتكلم عليها، اللي هي لما واحد يقول لي مثلا انا لما بنسخ نسخة على الفلاشة من برنامج الترانس ماك واجيب اسطوانة الاربوت اللي هي الخاصة بنظام اللاين او اسطوانة بوت خاصة بنظام المونتين لاين واجي اركب الفلاشة في الجهاز وبوت ما بلاقيش الفلاشة موجودة. عامة ايه النسخ الحرق، المشكلة دي بتكون في بنسبة 90% في المذر بورد اللي هي الجيجا بايت.
اللي هي المذر بورد اللي هي بتشتغل على بس اليو اي اف اي. بالنسبه لبرد الجيجا بايت الافضل ليها هي النسخه الاصليه على طول. طب ممكن المشكله دي نتفاداها عن طريق التسطيب من الدي في دي او الاسطوانه، لكن في البرد الاسس او الازرق في موقع هقول عليه للناس، هحطه في على الصفحه لكن مش العربي. موقع بيكون بيختار بايس معين في المذر بوردات الاسوس او الام اس اي او الازروك او بعض البرد التانية غير الجيجا بايت. بيجيبوا بايس بيكون متوافق تماما مع الماك فيرجن معين، بتعمل ابديت ليه، بتختار المذر بورد بتاعتك وتعمل ابديت للملأ البايس اللي انت بتنزله عشان تقدر يشوف الفلاشة او تقدر يتوافق مع الماك. حاجة اسمها اللي هي الكابل مانجمنت او الباور مانجمنت اسف، عشان يقدر يشوف الفلاشة. كل ده انا بتكلم على المذر بورد اللي هي غير الجيجا بايت، عشان يقدر يشوف الفلاشة لما تيجي تبوظ من الاسطوانة الاربوط عشان تقدر تسطب من الفلاشة. ده الكلام ده بيكون مع النسخ المعدلة. لكن النسخ الاصلية الوضع سهل جدا واسهل من النسخة المعدلة، لكن لشرط تكون انت متقدم في تسطيب الايه الماك على البي سي علشان تقدر تختار تعريفتك بدقة من المالتي بيست. طيب دلوقتي انا اتكلمت عن النسخ المعدلة في الفيديو زي ما قلت، عشان ما انساش برضو هرفق الفيديو اللي هو بطريقة النسخة من الترانسباك. ان شاء الله القاكم مع الفيديو القادم ان شاء الله، وابدأ اتكلم عن ازاي اسطب النسخة الاصلية. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.